الجملة وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج ملزم بالإنفاق على الزوجة ولو كان أبوها ملك. فالقوامة تأتت بأمرين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ما التوجيه للنساء إذا كان الزوج القيم؟ ما معنى قانتات هنا؟ كلمة القنوت لها معاني متعددة في كتاب الله. قنت دعا، قنت خضع، قنت أطاع، قنت قنوت طول القيام في الصلاة، أفضل الصلاة طول القنوت. قنت سكت، قوموا لله قانتين، سكتوا بعدين كانوا يتكلمون. لكن هنا فالصالحات قانتات أي مطيعات. الرجل قيم والزوجة الصالحة مطيعة. فكما قال الرسول عليه السلام وسئل أي النساء خير؟ قال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. الطاعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الطاعة مطلقة في كل شيء، إنما الطاعة في المعروف كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الزوجة أن تكون مطيعة للزوج ما دام أمرها بطاعة الله وطاعة رسوله وفيما له عليها من الحق. فهذا كتوجيه للزوجة أن تكون مطيعة فيما تطيق وتستطيع وفي المعروف كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. على الزوجة أيها الإخوة أيتها الأخوات، ولننصح أخواتنا ولننصح بناتنا ولننصح نساءنا أن تهتم بنظافة. لا يدخل جنة من كان في لا يدخل النار عفوا لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قام صحابي قال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا نعله حسنا؟ فقال ليس هذا الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. فالنظافة نظافة. ولعلي أضحككم، واحد من الإخوة يعني جاي أعجبته فتاة منقبة وذهب يتقدم لأهلها. يعني ما السبب؟ فضلا عن التدين. قال والله أعجبت ابن عمها. أعجب ابن عمها أنه أنيق وطيب. فقال هذه مدام يعني من نادي يا جماعة، نحن نادي، أنا نادي الذي شافه قد جاءت تزور أخته في البيت، فرأنا عليها جيدا ومنظما ومنسقا، والشنطة منظمة ومنسقا. إذا هذا يدل على سلامة الظاهر تدل على سلامة الباطن. قلت لو يشهد لك من الكتاب والسنة أن الاختلاط من الأشياء الباطنة وعلى الأشياء الظاهرة. الرسول يقول عليه الصلاة لا تسمون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الشخص يعني يهتم بالنظافة، النظافة مطلب. المرأة تنظف بيتها وتنظف نفسها وتنظف أولادها وشيء يسير. ولكن والله كما أنا كل يوم أسأل أسئلة، من أسباب استقرار الأسر النظافة. أنا شيء يسير لا أدل على ذلك، لأن النبي قال في شأن الطهارة، قال الطهور شطر الإيمان، الطهور نصف الإيمان، شطر نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أمتي غر محجلين من آثار الوضوء، فضلا أنه عبادة. فالمرأة تتطيب وتتطهر وتلبس جميل الثياب، ثوب العصاري كده بتخلص مطبخ، تلبس ثوب العصاري تجلس تستقبل الزوج وراجع من العمل أو من التجارة بثياب حسنة جميلة. أثرت عليكم. فالأفاضل الكرام معي وفقهم الله لكل خير، والحمد لله الذي جمعني بهم في أولهما، وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يقر الله بركاته.